الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي وتحمل البعض، لأن احنا اليوم راح نحكي بالبداية، راح نحكي عن قضية كلش مهمة وحساسة للغاية، اللي احنا منذ البداية دائما نقول لكم الإعلام مو يتنبأ بس، وإنما يستشعر، لأن هو المرآة هو عين على الأحداث حتى قبل أن تقع. حكينا هواي أنه تحملوا بعضكم، عدوها الأزمة على خير. إحنا في وضع صعب للغاية، الحجر الصحي على قد ما هو صحي بالنسبة لنا صحيا يعني، لكن هو نفسيا هو غير صحي أكيد. يعني كنا إحنا وصلنا مرحلة من مثل من النوع اللي ما أطلع، لكن الشعور انك محبوس جبرا وانه ماكو اهداف بالحياه وانه الحياه متوقفه في كل العالم، هو هذا بحد ذاته مأثر علينا نفسيا. لكن احنا قلنا انه نتحمل بعض، هي ازمه وتعدي، نصبر الى ان تخلص هاي الازمه. لكن يبدو انه هناك الكثير من الناس، هي طاقه عند الناس بدت تنتهي او تخلص، نحتاج نحكي اكثر. فلذلك راح نبدي نحكي بموضوع العنف، ونتمنى انه الناس تكون، احنا هذا هدفنا، احنا مجاسفين بحياتنا في سبيل انه نكون دائما خلينا نقول المكان اللي تفضفضون به. احنا من نفضفض انتم ترتاحون نفسيا. احنا راح نحكي اليوم بهواي مواضيع، وراح نبديها بالعنف، لكن نتمنى السلامه للجميع. احنا كل يوم يعدي اذا احنا في سلامه وبخير نقول الحمد لله والشكر. هي بدايه ان شاء الله لاسبوع ان شاء الله يكون كله خير وصحه وعافيه، واتمنى انه تبقون بالبيت وتصبرون وتتحملون، وهي ازمه وان شاء الله تخلص على خير ونرجع الى حياتنا الطبيعيه باقرب فرصه ممكنه. مرحبا سفيان. مرحبا ازل، مساء الخير لكل مشاهدي قناه الشرقيه وبرنامج اهل المدينه. اذا نريد هاي الازمه تصير سريعه ونتخلص حتى من جانب العنف اللي يصير بسبب الحظر التجول، احنا لازم نلتزم بالحظر الصحي والابتعاد الاجتماعي وما الى ذلك. ليش؟ لان صراحه الان دا انصدم في كل مره الحكومه تطلع قرار بتخفيف اجراءات منع التجول وما الى ذلك، انصدم بكميه اللامبالاه من قبل الشباب والمجتمع بشكل عام اللي احنا عايشين به في كل المحافظات العراقيه. تعرفون اليوم العراق والعالم صار قريه صغيره بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، لما تشوف ناس يتجمعون وكانه كل شيء ماكو، لما تشوف اكو ناس بعدهم لحد الان ما يفتهمون هذا المرض شلون ينتقل من واحد لواحد، لما تشوف لحد الان ناس يتجمعون بمناطق على انه انا اعرفك وانت تعرفني، لا غلط يا عيني، يا غلط، مو هيك. في حال احنا نريد نتجاوز الازمه باسرع وقت ممكن، في حال احنا نريد ينلغي منع التجول بسرعه ونرجع للحياه الطبيعيه، نرجع لاحلامنا طموحاتنا، حتى الثوره اللي احنا عندنا اياها ودنا نغير بيها كل شيء، اذا نريد نرجع لكل هاي الاشياء على الاقل نلتزم بالفتره القادمه لما حتخف موضوع حظر التجول وهذه الاجراءات، لازم احنا نلتزم بالتباعد الاجتماعي وعدم التزاور بكميات كبيره، ونقطع هاي سالفه التجمعات الكبيره بشوارعنا ومناطقنا وازقتنا، لازم هذه الاشياء كلها تقل، لازم نتحمل مسؤوليتنا حتى كنا نعبر بهاي الازمه. المشكله تدرون وين؟ المشكله بانه لما 2 3 5 10 دا يغلطون، احنا كنا دا نتحمل غلطهم، احنا كنا دا نقعد بالبيت الملتزمين محبوسين بالبيت، بينما اكو بعض المستهترين بحياتنا وحياتهم ما دا يمارسون اي شيء صحي مقارنه بالازمه اللي احنا دا نعيشها. على العموم مواضيع كثيره عندنا لهذا اليوم بعد الفاصل. طيب اذا احنا راح نحكي، حكينا هواي صار يومين حقيقه، وكنا نتمنى انه الخميس والجمعه كان عندنا حلقه حتى نحكي اكثر بموضوع العنف، لانه الرسائل اللي وصلت، خلينا نحكي قبل ما احكي بموضوع ملاك الله يرحمها، اللي منذ البارحه ليلا شفت اعتقد المقطع اللي مستحيل راح يتم نشره، وهي تصارع الموت، كلياتها توقفت، تسممت وخلص فارقت الحياه. احنا قبل ما تصير الانتكاسه مالتها ليله البارحه
أنا واحدة من الناس اللي ناشدت ما يصير أن تبقى ملاك هي مفتوح بابها باب غرفتها في المستشفى، وطالبت المستشفى أن تكون في غرفة معزولة تماماً. للأسف إحنا نشوف أنه والدتها وخواتها وأهلها والشيوخ العشائر أكثر من شيخ عشيرة ما يصير. أولاً كورونا إحنا عندنا المفروض أن يكون هناك من يدخل عليها لابس كمامات وجفوف، وثم ليش يدخل عليها ويحكي وياها؟ تعرفون هذا جاي من الشارع، الجرح الحرق، وأنا قاعد أحكي بشكل علمي. المفروض يكون هناك وقاية تماماً، نظافة 100%، لأن من الممكن يتسمم، وهذا ما حدث مع ملاك الله يرحمها. أنا قلت لها من اسمها نصيب وهي ملاك ورحلت. الناس التحليلات ما بعد الوفاة لا تجوز، هاي نقطة لازم نتعلمها إحنا كمجتمع. الإنسان من يموت فقط نقول الله يرحمه، والقضاء يأخذ دوره وخلص، تبقى هي القضية يا رب العالمين. إذا أهل الأرض ما أخذوا حقها وما كشفوا الحقيقة أو ما عرفنا الحقيقة، فقط نقول أنه الله يرحمها وهي مع الله، وهناك راح تأخذ حقها أكيد 100%. هناك العدل يبدو أنه على الأرض لا عدالة، هاي لازم إحنا نحطها ونحكيها، مو بس ترى بالعراق، حتى أكون واضحة جدا. أنا ما تمنيت أنه إحنا يعني صراحة، بس الفيديو يعني لأنه مؤلم للغاية، وكلماتها او المها خلينا نقول انينها لما كانت تتالم ببدايه اول يوم الحرق، والنهايه كانت وهي انا متاكده انه هي في مخيلتها كانت يعني تتمنى انه تعود للحياه، حتى تكون يمكن هي تكون درس للجميع. كثير من الناس تعبر هاي الازمه وتكون هي يعني حتى تكون ملهمه للاخرين. ملاك فتحت الملف، واقول لكم انا بشكل شخصي وصلت لي عشرات الرسائل، يمكن الناس شافت انه خلال هاليومين انا كلش مقله على مواقع التواصل الاجتماعي، نفسيتي بشكل كامل تعبت بسبب كميه الرسائل اللي قريتها على العنف الاسري. ما كنت اتوقع انه احنا عايشين بمسلسل، شايفين المسلسلات ونتابعها ونقول اوه شنو هالعنف، ما اللي شفته وقريته تغلب كل المسلسلات، كل الافلام، كل الافلام بمعنى الكلمه اللي بيها كميه حزن والم وعنف. مستحيل، ارض الواقع هو أكبر بكثير من الأشياء اللي نشوفها على الأفلام والمسلسلات، أشياء لا يمكن أن تخطر على البال. أحياناً أقول من الممكن أنه الناس تألف لكن مكتوب بكل صدق، ماكو شكل عنف. وحقيقة أنا ما شفت رجال اشتكوا، أنا شفت النساء المعنفات بشكل غريب، شفت أنه ماكو احتواء من الأهل، يعني المرأة من تتزوج أنا أستغرب أنه واحد يقول، أو الدفاع عن زوج ملاك. أنا أقول لكم المذنب أهل ملاك بشكل أولي قبل حتى الزوج، لأنه البنية من تتزوج مو معناتها تسدون الباب عليها. من الممكن أنه من تحسون بمجرد إحساسكم بها أنها غير سعيدة، من حقها أنه تطلب الطلاق وترجع. الطلاق أبدا مو عار ولا نهاية حياة. ما أعرف هذا مجتمعنا للأسف، مجتمعنا اللعين ليش جاي يخلي هذه الأساسيات. والله المرأة مستورة، المرأة مستورة في بيت أهلها أو أنه لوحدها أو في بيت زوجها، كافي أنه تربطون الستر بالزواج. يعني أنا أتمنى الناس ولو هسه يقول لك يا بأسل جاي تنادي، لا أنا أتمنى أنه إحنا نعيش حياة زوجية مستقرة سعيدة، لكن إذا ماكو فالله قال الطلاق بالمعروف، بديته بالمعروف، انه بالمعروف، انه وانتم محبين اصلا. يا اخي احنا خلص كمزاج، كتفكير، كاسلوب حياه، احنا ما جاي نرهم، لا بس انه ترجع انت تفتح حياتك ومع شخص يوالمك، وهي تفتح حياتها مع شخص، او هي خلص تعتزل الحياه وتعيش حياتها العمليه مثلا مع اهلها لوحدها، وانت كذلك، وهي الحياه ايش تمشي؟ هالتعقيدات هاي وتخلونا نوصل الى ملاك، هالتعاسه اللي عايشينها، هالخيانات اللي عايشينها، هالتصرفات احنا اللي عايشينها، من ممكن حتى الانسان يسوي شغلات هو ما كان يحلم بها وما يريد يسويها. فنتمنى انه احنا ملاك تكون هي البوابه لتشريع قانون، حتى يكون هناك رادع، هناك خوف، انه قبل ما واحد يخطئ اي خطوه يفكر بها. نتمنى من النواب، من مجلس النواب، نتمنى من منظمات المجتمع المدني، نتمنى من الناس المهتمه بحقوق المراه، وين المراه؟ صوت المراه وين؟ مو بس نحكي اليوم احنا قصه ملاك وباكر ننساها، حقوق المراه والطفل المفروض تنحشي، لانه احنا نعرف انه العنف الاسري هناك اطفال موجودين، فالمفروض حقوق الطفل ايضا تنهض وتحكي بالموضوع. قاعد يصير العنف امام الاطفال، والطفل لما ما يكبر هو هو عايش حالات العنف، شوف امه تتعذب امامه، تتعذب بمعنى الكلمه، هذا ينشأ جيل مريض نفسيا، وبالتالي هو ايضا من يكبر يعنف زوجته واولاده. اللي نحكي بيه قاعد نحكي بيه انه مجتمع باكمله، وطن باكمله جاي يعاني من اضطرابات نفسيه،
الحجر الصحي كان سببا في انه احنا تتكشف او نعرف حقائق الكثير. العنف موجود من زمان لكنه زاد في الآونة الأخيرة، ليس في العراق، في العالم بشكل كامل، وهنا قلق على المرأة في تحت ظل الحجر الصحي. الله يرحم ملاك، وأتمنى أن يكون هناك قضاء عادل، وأنا أتمنى من الناس أنه ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. ماتت ملاك وأخذت سرها مأوياها إذا ما تم كشف على أرض الواقع. أتمنى من البنات يكونون هذه أيضا درس لكم، أنه الاختيار ما يكون على الشكل ولا على الفلوس ولا على الجاه، الاختيار يكون عن طريق أنه هذا الشخص روحيا ينسجم وياي لو لا. أتمنى من الأهالي أنه مو بس صار عمرها 18 يلا خلي نزوجها حتى تنستر، إذا أنتم ربين صح لو تمشي بين جيش رجال لا تخافون عليها. الثقة المهمة بين الطرفين، بين البنية وبين أهلها. الإخوان دير بالكم على خواتكم، لأن وصلت رسائل أن هناك عنف أسري من الإخوان. شبيكم الإخوان؟ ليش؟ الأخ هو السند. شايفين من نتألم نقول أخ، من نقول لا أب ولا أم نقول أخ، هاي إلها معنى كبير. يا الأخ أنت الخيمة، أنت حتى يجوز تكون الصديق لأختك. أتمنى الناس تفهم هاي الرسالة. إيش قد حلو من يكون هو محتوي أخته، ما يكون هو ضد أخته. أختك هاي من دمك ولحمك، هي طلعت من أنتوا طلعتوا من بطن وحدة، تحملون نفس الاسم ونفس الدم، فخاف عليها. ليش تعتبرها عار وتعتبرها هي ناقصة عقل ودين؟ هي وياك، هي أختك، سندك، صدقني هي أول من يوقف وياك في المحنة. الأب باوع البناتك إنه هم هذول اللي يدخلونك للجنة. حكي هوي طويل وهواي ومؤلم حقيقة، وأنا أعتذر إنه ما قدرت أجاوب على الكثير من الرسائل، لأنه أيضا أنا طاقة ونفسيتي بدأت ما تتحمل الكثير. العنف نرجع ونقول ملاك فتحت الباب إنه نضغط بشكل قوي على تشريع قانون، وراح نحكي بعنف آخر وصل لنا اليوم، قصة وصلت لنا وراح يحكي لكم إياها سفيان. لكن نتمنى إنه إحنا نشكر الشرطة المجتمعية لأنه فعلا دورها هالأيام كلش فاعل وجاي تشتغل بشكل حيوي وصحيح. نتمنى إنه الناس كفى صمتا، احشوا بمواضيعكم حتى يكون هناك ضغط لتشريع قانون لحماية المجتمع والنسيج الاجتماعي. أول حجرة في هذا الطريق الطويل لحماية المرأة وحماية الطفل هو اللي بديتي حاليا، أنه نحكي بهذا الموضوع. إحنا نكسر هذا حاجز المستحى والخوف من الكلام بهذه الخصوصيات. هذه دعوة أيضا، وإذا قالت للبرلمانيين هاي دعوة للحكومة الكابينة الجديدة إن شاء الله لما تتشكل، الوزير اللي حيجي خلي يفكر بطريقة ثورية، خلي يفكر بالتغيير. لا تفكر لي بأنه أنت شلون بس حتقود الوزارة وحتكمل سيرها بشكل طبيعي. لا، إحنا مو يعني ما نقدر نكمل هيك، لازم نغير، لازم تكون أكو هنالك تغيير في كل شيء. يعني هذه المشكلة هي تابعة إلى سلسلة مشاكل إحنا نعاني من عندها منذ سنين. المجتمع حتى التربية والتعليم والهاي الكليات، الجامعات، المعاهد، المدارس، الحضانات، الروضة، كل هاي الأشياء مؤثرة. عدم وصول كثير من القرى والأرياف ما عندهم تعليم، كل هذه الأشياء مؤثرة. إحنا يحتاجين ثورة بهذه الأمور، إحنا يحتاجين وقفة حقيقية، لأنه تحس بأنه المرأة لما تتزوجها هذه مساوية لك، أنت مو تشتريها. نحتاج من رجال الدين اليوم أنه يكون عندهم المعتدلين طبعا منهم، أنه يفسرون القرآن بطريقة أفضل من هذه الطريقة اللي البعض يفسرها بمزاجه، بأنه يطل الرجل الحق بأنه يستعبد هذه الامرأة ويمكن يسوي بها أي شيء. والمشكلة بالموضوع بأنه الأهل متقبلين هذا الموضوع، بأنه خلاص أنا بعتها لبتي، أنا مو زوجتها، أنا بعتها لبتي. فمع الأسف إحنا نحتاج لتغيير. حتى فكرة الرجل لازم تتغير من هو يكون طفل. يعني بالمدرسة هو مو يقول له لا أنت لا تلعب ويا البنية، عيب تقابل البنية، هاي ما لازم تلغي. المفروض حتى بالإعدادية، هاي دعوة الإعدادية المتوسطة لازم كلها تكون مختلطة. ليش إحنا الولد ببحد والبنات ببحد يكونون؟ إذا قالت حكاية والله العظيم مضبوطة، بأنه إذا أنت ربيت بناتك صح، لو بوسط جيش من الرجال ما حد يقدر يتجاوز حدوده وياها. ما لها علاقة انت حتحبسها بالبيت، انت حتكون هي بالشارع، بأي مكان. التربية وشخص من داخل الإنسان هي اللي تقود الشخص. كثير من الرجال قريبين للحيوانات أكثر من مال البشر في بعض التصرفات. مو معناته أنت نجحت في تربية رجل، لا، أنت نجحت في تربية حيوان في 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 المجتمع. وكذلك أنت لما أنت تحبس امرأة في البيت وبعدين تطلع والله لا يعلم شو حيسوي، هذا بسببك أنت، بسبب تربيتك الخاطئة وسبب المجتمع اللي يدفعك لهذه التربية. كذلك لما الاب يعنف بنته من باب انه اني ححش المعلومات براسها والتربيه براسها تحشاه، يعني شايفين هاي الفكره اللي للاسف بعدها موجوده براسنا. هذا اللي صار. اب عنف بنته اللي هي بس 10 اعوام، يعني تخيل 10 سنين عمرها بس،
شوفوا شكلها 10 سنين بالتوثية مثل ما يقولون بالعامية، وكسر إيدها، كسر جسمها، كمية الضرب لثلاث اخذتها هذه البنت ما يقدر رجل كبير بالعمر يمكن يتحمله. هذا الموضوع اللا إنساني اللي صار. ليش؟ والله أنا ما أقدر أصرف عليها. إيه من يقول لك خلف؟ أنا والله يعني مواضيع لما أشوفها ما أدري، يعني أنا أفكر بطريقة مختلفة، لو العالم لاغية فكرة التفكير من عندها. ليش أنا أخلف إذا أنا ما أقدر أصرف على بنتي؟ وهي شنو ذنبها؟ أنت فاشل بالحياة، هي ليش تنكتل؟ شنو ذنبها بالحياة إذا أنت فشلت بحياتك الزوجية، إذا أنت فشلت بحياتك الاجتماعية، وأنت إذا فشلت بتوفير لقمة العيش لبنتك، أنت المفروض تحاكم. يعني أنت أنا أحكي لكم، في أوروبا مع كل الأسف هنا أنا ما عندنا هذا القانون، في أوروبا إذا طبعاً مو هيك، إذا تعرضت البنت لعنف لفظي يعني إنه تصيح عليها وراحت قالت للمدرسة بأنه يابا أبويا عيط علي أو فشي، يعزلون الأب. خابر، ما تلحق تروح المدرسة، عندهم رقم تليفون خاص. خابر أو حتى لو بالمدرسة. صح. يعني شوف أنا هنا ليش دا أركز على هذا الموضوع؟ شوف إحنا السيستم مالتنا كله بيخ أخطاء. يعني إحنا حتى دور ال شو اسمها كان في المدرسة، مربية اجتماعية، مرشدة اجتماعية، شو حتى ما أتذكرها. يعني أنا ما أتذكر شايفها بمدارس. وأنا أرجع وأقول لكم أني منذ ولادتي لحد هاي كلها مدرسة حكومية موجودة، كانت المرشدة الاجتماعية غرفة خاصة، وتروح إذا عندك مشكلة أي مشكلة كانت هي تساعدك، ومن الممكن تتواصل مع الأهل. أي هنا لما أنا بالنسبة لي ما حظيت فيها، لأنه كان موجودة غرفة، يعني ما كان يسوي شيء المرشد الاجتماعي، ما أدري شو اسمه. وكذلك حتى بالجامعات المفروض يكون إلى يكون مو بس إلى إرشاد، أسهل يكون إلى سلطة. يعني خاف لما أنا من المرشد بأوروبا، سولفونا أصدقاء بأنه إذا المرشد خابر الأهل، الأهل يرعبون بأنه أكو فد مصيبة صارت، بحيث المرشد يخابرني يعني أكو خوف من عنده بأنه خلاص هذا يبلغ الجهات المعنية، يأخذون من بنتي هذا، يأخذوها بنتي من عندي. واللي يصير شنو عادة في مثل هذه الحالات، قد يكون أقل حتى، تبعد البنت عن الأهل ولمسافة، يعني أنه غير مدينة، أنت المفروض ما تدخل لهذه المدينة اللي بنتك موجودة بها اللي تعنفتها. هذه الطريقة اللي تقاد بها المجتمعات. هسه يقول لي بعض والله هاي شلون بالله عاداتنا وتقاليدنا ما تسمح، لا انا عاداتنا وتقاليدنا وديننا يسمح لنا بانه هيك نعذب الطفله ونحرق بنيه وما ادري شو نسوي، بس عاداتنا وتقاليدنا ما تقبل بانه نفرض العدل اللي موجود في المجتمع. فيا ريت اليوم النظام كله يتغير، اليوم المفروض المدرسه يكون لها دور، يكون اكو مرشد في كل المدارس، الى سلطه، يكون فعلا الشرطه المجتمعيه تؤدي يمكن جهودها الاقصى، بس يحتاج كل المؤسسات الدوله والمجتمعيه تكون واقفة بجنب هؤلاء. وأيضا منظمات المجتمع المدني، أزل قالت المجتمع المدني اليوم وينكم يا أخوان؟ اليوم النساء في المجتمع وينكم؟ النساء العاملات في المجتمع وينكم؟ يعني لازم الكل يطلع يحكي، لازم الكل اليوم يكون أنت موقف حتى يتجه نحو التغيير، وإن شاء الله يعني يصير شيء. طبعا القصه انه الام مطلقه، فهسه حاليا الشرطه حكمت انه ترجع الى والدتها. صراحه الموضوع لا موضوع موضوع, يعني موضوع ما نقدر ما نقدر ما نقدر نحشي بهدوء. يعني الناس واحد يشوف طفله مكسوره ايديها اثنيناتهن، وجهها مشوه، والله هو ما زين، اوكي هسه هي شبعت، انت شبعت هسه حاليا، يعني انت تقول انه ما عندي فلوس وكسرت ايديها، هسه اجالكم الاكل، اجتكم الموائد مثلا. افكر يا اخي، احنا مو الله، حتى الحيوانات صارت بذاتها تتراحم. وهيجي نشوف احنا هم قبل ما كنا نعتقد انه من نقول احنا عايشين في غابه، لا والله الغابه هسه حاليا القنوات وبعض المستكشفين من جاي، ظلينا نخجل لانه هسه ظلوا يطلعون قصص الحيوانات، تراحم بيناتهم، طلعوا يا ريتنا عايشين بالغابه، يعني والله يا ريتنا، تراحم غريب عجيب. لكن هو لانه حياتهم انه لازم ناس تاكل من ناس، فهم عايشين. ولا لو هم كلهم مثلا ياكلون نباتات، كان شفنا احنا الحياه، كان تعلمنا من عندهم دروس، ولحد الان ترى الحيوانات جاي يعلمونا دروس. فانا ما اعرف هاي ما عندك من الممكن انه شوفوا هاي اللي احكي عنها بالمعروف، مثل ما دخلنا بالمعروف ننهي بالمعروف. لو انتم بناتكم معروف، كان انت ترفع التليفون على طليقتك، الو مرحبا ام فلانه، من الممكن انه انا ما عندي فلوس، هل من الممكن ان البنيه تضل عندك هاي الفتره لحد ما الله ان شاء الله يقزرها واقدر تجوز تقول لك انا انطيك اذا عندي؟ وممكن اهلي يقولوا لي يابا انت كنا في يوم من الايام انت لابو بتنا، او كنا تزوج بتنا وعندنا طفله من عندك، جيبها يمنا وهاك تعال اكل ويانا، تغدى ويانا، بس احنا عندنا عيب شو. او لازم احنا نصير اعداء، الطلاق لازم ورا يصيرون، لازم يصيرون اعداء، ولازم واحد يحكي على الثاني، ولازم تطلع عيوب العالم كلها، نبدا نخترع قصص، الزوجه تخترع، الطليقه تخترع، والطليق يخترع، والاهل انتم ما تدرون شو احنا قوه كنا متحملينه. لا شوفوا العالم
احدى بالوطن العربي نزلت صوره، ويمكن هسه الناس تعرفني عليه من قاعد احكي، هي شخصيه عامه نزلت صوره واقفه يم زوجها وطليقها واقف يمها واولادها واقفين يمها. الناس شلون واقفه يم طليقها؟ شلون زوجها قبل انه واقفه؟ خلص هذا ماضي، الزوج متقبل الموضوع، ترى لاعب ولا عار. ابو اولادها وماخذين صوره. بالعكس هاي منتهى النبل معناتها والاخلاق الحميده من كل الاطراف، هاي هي النهايه تكون بالمعروف. بس احنا للاسف لازم نكون شرانيين، فانا اتمنى من الناس تكون اكثر فهم، اكثر بساطه، لا تعقدون الحياه هي بروحها معقده. ما عندك من الممكن انه تحكي عمام خوال، احكي خوالها يا اخي. انا ما اقدر ما هسه انت نفسك متدري احنا ننطي النفس، انه انا خاصه العراقيين اصير عصبيه لحد واقف قدامي. اوكي تمام، هي عندها متطلبات ابنها وتريد اكل، من الممكن بكت من الجوع، طفله هي عمرها 10 سنوات ايضا محبوسه، تريد امها من الممكن. انا هم ما اعرف، انا اعتقد انه دائما الاطفال تكون في حضانه الام الا في حال الام ما تريدهم، لكن اتمنى انه دائما، وهي قضيه هواي جاي يعانون معدها وهالايام او صار لهم فتره بعض التحركات انه الحضانه تصير للاب. انا اشوف انه شوفوا الاطفال خاصه اذا شويه كبار، تروحون ويا امكم ويا ابوكم، خليهم مخيرين مو مسيرين. وانا اشوف انه الام هي الاكثر حنيه على اولادها، تبقى يعني يكون تحت حضانتها وتربيتهم، لان الام مهما تفعل ما تسوي هذا العنف اللي احنا شفناه. السلامه لها، ونشكر الشرطه المجتمعيه اللي تدخلهم ونشكرهم ان رجعوها للام، ونتمنى من الام انه تحتويها وتحتضنها، لانها تمر هسه حاليا الطفله بازمه نفسيه اكيد، وتحتاج الى علاج نفسي وعلاج مثل ما شفنا احنا صحتها متعبه. طيب نرجع للكورونا، كلها سبب كورونا هسه حاليا، هي طلعت والله العظيم رغم ايش قد بيها سلبيات، لكن هي هم بيها ايجابيات. من الممكن لان العنف موجود، بس هالمره لازم يكون هناك حد، لازم. فمن الممكن انه كورونا تشجع كل العالم على سن قوانين صارمه بحق كل من يعتدي على الاخر، مو عبيد، احنا ولدنا احرارا، لا يمكن لان تسمح، لا رجل يسمح انه مرأة تعتدي عليه، ولا نسمح لرجل يعتدي على مرأة. ليش يا عيني؟ مثل ما الله خلقك انت كامل، وحتى يعني حتى الله من خاطبنا بطريقه دائما يقول غفور رحيم. يا اخي تعلموا، لا احنا وحتى بالكتب السماويه الاخرى كلها رحمة، سلام، محبة، تواصل. ما أعرف إحنا ليش نقلب الحكي عندنا. طيب روح إحنا على كورونا، هناك تفاؤل كبير، هناك فرحة كبيرة بالعراق حقيقة، ارتياح كبير إنه إحنا يمكن بمرتبة ثانية ثالثة أو رابعة بعدد بنسبة الشفاء، عندنا نسبة كبيرة بالشفاء، وهذا مؤشر كلش مهم وكلش يجعلنا نتفائل ونفتخر بكوادرنا الطبية. احنا دائما مثل ما قلنا لكم انه صايرة هالايام تتأخر قبل دخولنا الاستوديو بشوية يلا تصدر، او احيانا احنا نكون بادين ومكملين كل الامور. نسب الشفاء كلش عالية، كلش كبيرة. الخارطة اذا موجودة وبيها نسب الشفاء، اليوم امس 48 إصابة، يمكن شوية زادت يوم أمس عدد الإصابات، عندنا أمس حالات وفاة يمكن واحدة بس. أكو تطور، أكو، لكن إحنا نتمنى، لأنه أكو هناك مو نقول دعوات، وإنما الناس ملت، الناس تعبت، الناس بسبب الحار أو تغيير الجو الناس تطلع تشتري، محتاجة أشياء، بدت نوعا ما تجازف. كانوا اكو ناس يطلعون بكفوف وشفوف والكمامات، شويه بدت الناس من تشوف انه الناس ما لابسه هي هم ما ظلت تلبس، بدت الناس تاخذ عوائلها وتطلع. انا اتمنى انه خلينا يعني الصحه العالميه جاي تقول استمروا على حظر التجوال، استمروا انه انت احجر نفسك، استمر على انه حافظ يعني كل الارشادات الصحيه، حتى لو انت تطلع على شغلك وعملك واضطريت حافظ على نفسك حتى نقدر نجتاز هاي الازمه، لان بعدنا ترى احنا في عز هذه الازمه. يا رب بلكت الله على درجات الحراره العاليه، احنا اللي تعرفون فيروس جديد، عسى ولعل الازمه يعني تنتهي، عسى ولعل انه فعلا يموت الفيروس، عسى ولعل اقول يعني. لا وان شاء الله انه لما تخلص هاي الازمه، يعني حاليا يمكن اكو 4 محافظات بها. بالضبط. 4 محافظات، فان شاء الله بغداد والبصره الناصريه كركوك كربلاء اسلم والله اكثر من محافظه بيها. ما باللون الاحمر شو مرات بالخريطه، يعني قصدي بانه احنا لو حتى خلصنا من هذا المرض. بالضبط صح. اتمنى بانه اليوم انه نبقى سادين الحدود، خلص صح احنا اقتصادنا يتاذى، لكن خلينا نبقى سادين الحدود، يعني لما يخلص هذا المرض ما يريد يدخل لنا جديد، ما يريد يدخل مره ثانيه ونعيد الكره من جديد. ونبدي مره ثانيه موضوعنا القادم. انا ادعو الجميع يراجعون حلقات منذ بدايه ازمه كورونا، قلناها بالبرنامج برنامج اهل المدينه، يا اخوان فرضتوا حظر التجول، هذا شيء ايجابي، لكن الناس مين حتاكل ومين حتشرب، وحيصير اكو انفجار
بهذه الأزمة، إذا ظليتوا بهذه التوقعات بأنه خلاص احنا نسد الطريق والله كريم هي تنحل، لا، لازم يكون اكو حل منطقي لأصحاب الدخل المحدود. يعني هاي الاستمارة اللي انفتحت مال عطني عن عمل يمكن قدموا لها 3 مليون عائلة، 3 مليون عائلة قدموا، فأي أي حكومة تقدر تقدم هذه الكمية من الأموال؟ هي مو بهالطريقة تكون الحلول. يعني احنا هذا خطأ وقعنا به هذه المرة، لكن إن شاء الله نتجاوز مثلا الضمان الاجتماعي اللي يكون بعد أكثر، يكون يغطي كل المجتمع، المجتمع نفسه المواطن اليوم لازم يدور عن حقه لما يتعين، يقول وين الضمان الاجتماعي ماتي مع كل مؤسسة يروح لها. فهذه الموضوع يمكن كان جنبتنا هذه الأزمة اللي نعيشها. إضافة لكل هذا أزمة اقتصادية عالمية حتصير، أصلاً الكل يتوقع بأن هناك أزمة عالمية حتطحن بالبشرية في الفترة القادمة. مو قصة نخوفكم، بس هذا واقع بأنه النفط يقل، ما حد يشتري، ما حد يستخدمه، احنا عايشين على النفط، إضافة للعاطلين عن العمل في العراق. ما تخيلون كمية الرسائل توصلني ببرنامج أهل المدينة وعلى صفحاتنا الشخصية أنه الناس تناشد يا أخوان احنا شلون نعيش في حال ما قدرنا نطلع من البيت، أو حتى قبل برنامج نسولف أنا وأزل، حتى الناس أهل المحلات اللي الهدوم الكوفيهات اللي يبيع قهوة اللي ما أدري شنو، هذا شو حيدفع إيجاره أو مثلا يجيب الفلوس منين حتجي؟ يعني ما حتطلع له من الحديقة، أكيد لازم يروح يشتغل حتى يجيب فلوس لأهله ويسد حاجته أو حاجة أهله اللي موجودة عادة في أي بني آدم يحتاجها. في الموصل مع الأسف بدأت الكارثة تبين، الناس قالوا خلص احنا بعد ما نقدر نقعد بالبيت، خاصة أزمة الموصل يعني بلد أو محافظة مدينة منهارة بسبب الدمار اللي صار بيها، قالوا خلص احنا بعد ما نقدر نقعد بالبيت، بينا كورونا خلينا نطلع، خلي يصير بينا، لأنه بس نريد نطلع نشتغل، فلوس ما عندنا حتى نجي ناكل ونشرب بيها، فإذا استمرينا بهالطريقة حنموت احنا وعوائلنا، حنموت جوع، فهسه خلي نطلع احنا يصير بينا كورونا وخلي أهلنا على الأقل يعيشون. قاموا الناس توصل لهذه المرحلة من التفكير. مع كل الأسف حتى في هذه الثورة اللي يسووا بأن هم يطلعون يكسروا حظر التجول، هم ملتزمين بالإرشادات. يعني كثير من الدول الأوروبية اليوم كسرت بعض الإجراءات وقالت أوكي طلعوا، مثلا السويد أصلا ما كانت منع التجول بس كانت معتمدة على ثقافة سكانها، مثلا نقول خلاص البسوا كمامات، تباعد اجتماعي، جفوف وما على ذلك، ومشى الموضوع وشوية هاد بدأت تتراجع الإصابات. على العموم أهل المدينة سوى تقرير حول هذا الموضوع، حول بأنه أهل الموصل شلون كلهم طلعوا لي الشوارع بحثا عن عمل واللقمة لأهلهم ولعائلتهم. خلينا نشوف التقرير وبعدها نرجع نكمل. احنا اليوم الناس شوية فتحت نفسها على منع التجوال، قامت تيجي تنزل على الشغل، لأن الناس فطست من الجوع، تعبت، هاي صار لها شهر قاعدين بطالين، والإعانة ما حد انطاها فلس، قالوا الإعانة وحكوا وكل شيء ماكو، بس كلام بدون فعل، احنا نريد فعل، نريد تكون فلوس للناس، هاي العطالة بطالة، كلهم تعبانين، ما عندهم أشغال، قاعد بالبيت، ايش ياكل؟ ايش طعم ولادهم؟ ايش يطلبوا المولدة؟ ايش يطلبوا الإيجار؟ المفروض هاي تنطال، ما يصير هالشكل. إعانة قلتم إعانة، وين الإعانة؟ إعانة غير تكون سريعة. يطلع يشتغل 2003 أو 2004 يجيب لك واحد بالمعافي يرجع على البيت. يعني مثل ما سوى عبد الله السيسي حكومة برلمانية أنتو، عايز قاعد يتبرع براتب مالكم في الشعب العراقي. خلي يطلع كل واحد ورق من ورقة ورقتين أنتوا، كم حرام؟ أبو برلمان ياخذ 300 400 قاعد على الكرسي، لا حر ولا برد. يا حكومة سوى مثل ما سوى عبد الله السيسي أبو مصر. أخذوا نص روحات مال البرلمانيين، نص روحات مال الوزراء، ووزعوها للعالم. مشكلة العالم الساعه السيارات عاد تمشي، صار شويه ازدحام لان العالم زهقت، طقت ارواحها، اكو ناس عندها رواتب، هذا يعيش بالراتب ماله، بس الساعه عمال الناس ما عندها قوت يومها، يعني ما يوم بيومه، فما يقدر، هذا لازم يطق روح، لازم يطلع يجيب له اكل شويه لابنه، مصرف اللوه لبيته لابو المولده، يعني لمن ينطي بس اريد اعرف. اكو ناس تقول له يا ابو الايجارات، اكو ناس ما يعوف ايجاره، يقول انا على عيش من الايجار. فهذه يعني العالم زهقت ارواحها تطلع، يعني هسه ثاني من الناس طلعت جد على باب رزقي. تعب من الحاله الماديه ماله، يعني تدهورت للصفر صارت، واكو ناس دنت تحت الصفر وماكو يعني مورد انه يعني، فيضطر انه الانسان خصوصا العامل اليومي او الاجور يعني يطلع يشوف رزق الاطفال عائلته. هاي الاسباب يعني عن الناس، والله طالع يعني طفل مريض بالتوحد، وهذا عندي تقرير سعب جيبي شايله ماته، يعني ما اقدر يعني اوفر له علاج، اذا ما اطلع اروح اشتغل لما اكون واوفر له يعني اناقش العلاج. اكو ناس يعني ابسط شيء هسه العلاج ما موجود.
يعني الدوله خلي شويه بس تراعي هاي الناس اللي هذه، حتى الناس تقعد تلزم بيوتها واحنا ما حضرت جوال، وهذا الشيء صالحنا. بس اكو شغلات يعني تخليك يعني تفوت على الموت وتقول ما يخالف اروح على الموت، بس انا يعني ما اخلي عائلتي واطفالي بدون رعايه وبدون اكل. إذن الحياة عادت لطبيعتها في نينوى مع كل الأسف. يعني أنا حتى دا أقولها بأنه في حال خففت القيود في كثير من المحافظات، خلي إحنا نلتزم، يعني خلي تكون إدنا قيود. أنا هذا الموضوع اللي بدأ أفتح مصنع كمية واحدة نحكي عليه، أهم نقطة بدايتها هي التباعد الاجتماعي. أقولك هذا لما واحد يعطس لا سمح الله بي كورونا، الجرثومة تموت في الهواء في حال أنه متر ونص بينك ومترين ما توصل لك. انت بس تخيل هذه الفكره، بين لما توقف على السره تخيل بانه في حال اللي قدامي بي اذا انا صار بيني وبينه متر ما يصير بيه. اي هذا بحد ذاتها يعني المفروض تشجعك حتى تكون اكو تباعد اجتماعي. يعني هسه ما بدي ياخذون لقاء مع احد الرجال، يعني ثلاثه واقفين بصف قريبين عليه، يا اخي ما يصير والله العظيم. يعني انت كاسر حظر التجول، لانه احنا ما نقدر يعني ما نقدر نقعد بالبيت ومجوع في حال انه ماكو لحد الان ما نشوف تحركات جاده بهذا الموضوع انه ناس وصلهم فشيء. لكن نفس الوقت يا اخي استر على نفسك واستر علينا، اللي احنا ملتزمين بموضوع حظر التجول وقاعدين بالبيوت بس بدنا نروح شغلنا بسبب الاستثناء. يعني خلي احنا نتحمل مسؤوليه غيرنا، مو بس نتحمل مسؤوليتنا احنا، يعني هم الهم وعليهم مثل ما يقولون، عليهم بانه انت ايضا كسرت حظر التجول في مدينه الوضع الصحي بها غير مو تمام، نهائيا مو تمام، نينوى خطره جدا، كلنا كنا متخوفين بانه اذا دخل بنينوى هذا المرض شلون حيطلع من عنده؟ شلون حنقدر نتخلص من عنده في وضع صحي متهالك في نينوى؟ الف سلامه لكل اهل نينوى، وان شاء الله يا ربي يعني الله يسهل امركم. والحكومة شوية تعطيكم فلوس وتساعدكم في إدارة يومياتكم والعيش بشكل صحيح، وبعد ترجعوا لموضوع الحظر الصحي والحجر الصحي. شو هو الصحة العالمية تتمنى أنه إحنا نبقى بالحظر الكامل الشامل، هي تتمنى أنه كنا قاعدين بمنازلنا يعني فت شهرين الوباء ينتهي. بس البلدان اللي جاي تشوف نفسها أنه اقتصادها انهار بدت ما تسمع للصحة العالمية، بدت شوية يعني انطلق متنفس لها وتقول لك يا كل واحد هو راح يخلي حافظ هو مسؤول عن نفسه حاليا. كانت الحكومات هي مسؤولة عن شعبها، حاليا انا اشعر انه قالت يابا انه يعني ما اقدر، يعني احنا وضعنا بالنازل اقتصاديا، بلداننا راح تنهار، فاحنا راح نفتح الحظر او الحجر الصحي طلعوا، لكن مع استخدام الارشادات الصحية واتباعها، وكل واحد يكون مسؤول عن نفسه عن سلامته، مثل ما احنا شلون نغسل ايدينا نحافظ على النظافة قبل حتى نحافظ على سلامتنا وصحتنا، ناكل اكل زين، كل واحد بعد يهتم بنفسه. في الموصل يقول لك احنا ما عندنا اصابات، رغم انه هو اوت البارحة صارت عندهم اصابة بعد يعني احد الاشخاص رجع من الديار المقدسة، فرجعت يعني من الممكن انه تزداد الحالات. انا شفت المحافظ يمكن اضطر انه يعطيهم هذا ماكو الحظر الجزئي، لكن اتمنى من الناس تقسم وضعها، ما تطلع هي وسياراتها وتتاخر، تسوق ارجع، كمل شغلتك ارجع، انت بوحدك اطلع ومن ترجع عقم، يعني نلتزم لحد ما يعني الله يفرجها علينا وننتهي من موضوع من هذا الموضوع ومن هذا الوباء ويصير مجرد ذكرى. زين طيب، نرجع احنا للكوادر الطبيه والصحيه اللي جاي يبذلون جهود استثنائية حقيقة، هاي نحكيها مو مجاملة. يمكن أكو ناس قالت إيش عجب أهل المدينة وأزل حجت عن الكوادر الطبية، إحنا كانت عندنا حالة في وقتها، وحتى أكو ناس سألتنا وقلنا لهم هذا الرابط مال الحلقة، حكينا عن طبيب مقصر، حكينا عن مستشفى مقصر، إحنا نحكي إحنا الواحد ما نقدر إحنا يعني ما نقدر نصفق للغلط، الغلط نجوا وقلنا أنت غلط، تدافعون عن الغلط نقولكم أنتوا غلط، إحنا كلش مع الحق قبحين، نوقف بوجه لا طبيب ولا رئيس وزراء ولا حكومة ولا نواب، الغلطان نقول أنت غلطان. فما أعتقد أنه هذا، أكو قنوات تصفق للرايح والجاي، من الممكن أنه المسؤولين الناس تروح تتابعها، بس إحنا ما نقدر، اللي ضميرنا ما يخلينا. فإحنا في وقتها من صار هناك مع حالة الطفلة رفيف، احنا قلنا للطبيب المقصر انت مقصر، بعد هو عمه هو رجال كبير هو الوحيد بالدنيا هو الوحيد بالديوانيه، ما لنا علاقه هو غلطان. نرجع احنا نحكي الحق يقال انه الكوادر الطبيه والصحيه والتمريضيه في العراق ادت دور استثنائي، كل العالم ادى بس في العراق دور استثنائي، لانه ماكو شيء عندهم، هم يحاربون هم ونفسهم، لا ملابسهم لا الاجهزه الطبيه لا العلاج
لا حتى المجتمع يتعاون. نحكي بصراحة كثير من المجتمعات ما تقبل حتى أنه تجي للحجر، وما تقبل أن تتعاون وتخاف وتهدد الطبيب، والطبيب قاعد بين المطرقة والسندان، ها أقلهم بيهم، ها ما أقلهم، ها أحجر، ها أفحص، ها ما أفحص. فلذلك إحنا لازم يوميا نقول شكرا للكوادر الطبية والصحية والتمريضية، ونتمنى أنه ينطوكم الخطورة وبامتياز وقطع أراضي، وأيضا أنتكم تسهيلات بحيث تبنوها لأنكم تستحقون. اليوم إحنا عدنا مقطع فيديو شون أنه هناك حالة في مستشفى الجمهوري قد شفيت طبعا بمستشفى الجمهوري اللي هي تعاني أيضا لأن هناك اكتظاظ، أكثر نسبة بالإصابات هي في البصرة. شكرا للكوادر الطبية والتمريضية والصحية اللي ساهمت في شفاء الكثير من الحالات في النجف أكثر شيء، وبالبصرة بعد أعلى المعدلات. وشكرا لهم يشاركون الفرحة لأنهم أيضا يفرحون من واحد يعني يشفى ويطلع من طبعا يقل العدد لا، ويحسون أنهم تعبهم ما راح بلاش، يعني يشوفون شخص توفى هذا يعتبرونه فشل لهم وانكسار، لكن من يشوفون واحد شفية وطلع وهو فرحان يشعرون بالسعادة والنجاة، وأعتقد هذا هو تشجيع وحافز لهم للاستمرار. نشوف داخل الحجر الصحي بالجمهوري شعبة الوبائيات الثالثة، الوباية الثالثة هاي يجون هذا الباب، الدكاترة يجون مثل الثمين كامل تجهيزاتهم، هاي الأجهزة مالتهم كل الفحص، حطون هنا الطعام والماء، يجهزون هذا الصبح شاي، كل المعقبات موجود وإحنا كيفنا، جفوف، كمامات، ملابس، هاي نت، هم طونا اليوم نت وهاي، ومننا يباعون لكم كاميرات بالسقف، سماعة يحكون ويانا على السماعة، نحتاج شيء ذاك جرس اشتغل، ذاك جرس دق الجرس عليهم يفتحون الباب يجهزون لنا شنو نريده. هاي الشباب مغلقة ونظيفة، تعقيم مستمر. طبعا عشان قصدي اكو مقطع هسه راح نحكي اللي حكيت عنه، هسه المقطع راح يطلع، ولكن هذا ايضا اشاده بكادر المستشفى الجمهوري. لان تعرفون قبل فتره صارت حاله في مستشفى الجمهوري خاصه بردهة النساء او الغرفه الخاصه والحجر الخاص بالنساء، وكان هناك مشكله، واحنا حقيقه بالليل رفعناه مباشره الى وزاره الصحه لاتخاذ ما يلزم وفتح تحقيق، والحمد لله ان الظاهر ارجع اقول لكم الاعداد كبيره والحجر الصحي صعب مو سهل على الكوادر الطبيه والتمريضيه، بس الحمد لله انه اجت الاشاده. احنا راح نروح حسب انا حكيت هواي عن هذا المقطع، خلينا نشوف سفيان شنو عنده راي على الكوادر. الفرحه مالتهم ارسوا مهرجان، خلينا نشوف ونرجع لكم. شوفوا انا حكينا يمكن قبل الاربعاء قلنا اكو فجوه كانت صارت ما بين الاطباء والمرضى وما بين الممرضين والاطباء، وبالعكس انتهت هسه. شوفوا من الكل يرقص سوا، يكون فرحان سوا، وحتى من الحزن كلهم يبكون سوا، لان شفنا اطباء بكوا مع اهل المرضى اللي يتوفون. الفجوة الردم أو ما بتنتهي، ونصير إحنا مجتمع واحد ما يشوف الطبيب نفسه على أنه هو الأعلى، إحنا كنا بشر وكل واحد يؤدي عمله، كل واحد هو يتميز في عمله، هنا هو الفرق بس. ولا كأعمال الطبيب هو مثل عامل النظافة، المفروض هالشكل الناس تحس أنه كل واحد يؤدي عمله. شكرا للكوادر الطبية والتمريضية والصحية، وشكرا للأهالي اللي جاي يتعاونون، والفرحة إن شاء الله يا رب من يصير عندنا صفر، ما عندنا ولا حالة، وما خلص ونقول انتهى الوباء، كلنا نطلع احنا ان شاء الله الى الشوارع اللي مشتاقة لنا، ونحتفل احتفال خاص، واكيد يكون لنا حلقة خاصة وتغطية خاصة عن الموضوع. يا رب نلتقي بس على الخير والمحبة والسلام والصحة والسلامة والعافية، بس تزوركم ودير بالكم على روحكم وخليكم بالبيت، وان شاء الله ما بقى شيء ترى رمضان، ان شاء الله يجي رمضان ونكون احنا منتهين ومخلصين من هذا الوباء في امان الله. مع بداية الأسبوع أتمنى لجميع المرضى بأنه يتمتعون بنفس الفرحة اللي شفناها والهوسة، وإن شاء الله كلكم تكونون بأمان، ابتعدوا عن بعض وظلوا بالبيت ولا تختلطون هواية. تحياتي وتحياتي الكادر، إلى اللقاء.